السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكم أبنائي وأتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. إذا مرحبا بتلاميذ السنة الثانية إعدادي في الحصة الثانية من درس القوى. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نشوفوا إشارة قوة أساسها سالب، متى تكون موجبة ومتى تكون سالبة. إذا نقرأ القاعدة وندوز الأمثلة التطبيقية. إذا تكون قوة أساسها سالب موجبة إذا كان أسها عددا زوجيا، وتكون سالبة إذا كان أسها عددا فرديا. إذا شكون اللي كيخليها تكون موجبة ولا سالبة؟ هو الأس ديالها. ناقص اثنان أس ثلاثة وناقص اثنان أس أربعة. إذا عندنا هنا واحد القوة أساسها سالب اللي هي ناقص اثنان. إذا في الحالة الأولى عندنا ناقص اثنان أس ثلاثة، ثلاثة عدد فردي، وبالتالي فالعدد ناقص اثنان أس ثلاثة هو عدد سالب. الحالة الثانية عندنا أربعة عدد زوجي، إذا ناقص اثنان كل أس أربعة عدد موجب. عدد زوجي وعدد فردي، ما معنى عدد زوجي؟ هو العدد اللي كيكون رقم الوحدات ديالو إما صفر أو اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية. مثلا 12، اثنان هو رقم الوحدات، إذا هو عدد زوجي. 100 رقم الوحدات هو صفر، إذا هو عدد زوجي. العدد الفردي هو العدد اللي كيكون رقم الوحدات ديالو إما واحد أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة. 13، ثلاثة هو رقم الوحدات، إذا هو عدد فردي. 17، إذا السبعة هو رقم الوحدات، وبالتالي فهو عدد فردي. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا ما معنى عدد زوجي وما معنى عدد فردي. المسألة ديال الأعداد الزوجية والأعداد الفردية كتنسحب حتى الأعداد على الأعداد السالبة، فملي كتقول ناقص مثلا 100، نفس القاعدة كنطبق، كنشوف دائما رقم الوحدات. إذا صفر عدد زوجي، وبالتالي فناقص 100 هو عدد زوجي. إذا ندوزو دابا الأمثلة التطبيقية ديالنا. عندنا ناقص 2 لكل أس 3. إذا ناقص 2 يعني الأس أو الأساس سالب، إذا كنشوف الأس واش هو عدد زوجي أو فردي. إذا 3 هو عدد فردي، وبالتالي فناقص 2 لكل أس 3 هو عدد موجب. الحالة الثانية عندنا ناقص 7 على 2 لكل أس 4. إذا ناقص 7 على 2 أساس سالب، إذا كنشوف الأس ديالو واش هو فردي أو زوجي. 4 عدد زوجي، وبالتالي ناقص 7 على 2 لكل أس 4 عدد موجب. ناقص 7 أس 13، إذا 13 عدد فردي، وبالتالي ناقص 7 لكل أس 13 هو عدد سالب. ناقص 5 على ناقص 2 لكل أس 3. إذا هنا كاين كثير اللي غيمشيو مباشرة يقول بأن 3 عدد فردي وبالتالي العدد سالب. لا، هنا خصكم تنتبهوا لهذا العدد اللي لداخل. قلنا العدد خصو يكون سالب، أما إلا كان موجب راه دائما عدد موجب. مثلا إذا كان عندنا حنا 5 على 2 أس 3، 5 على 2 عدد موجب، وبالتالي 5 على 2 أس 3 أو أس 4 أو أس أي عدد هو دائما موجب. إذا القاعدة كنطبقوها مي كيكون عندنا الأساس سالب. حنا عندنا ناقص 5 على ناقص 2، عندنا السالب على السالب، إذا هو عدد موجب، وبالتالي هذا العدد هذا اللي كاتبين للداخل راه هو 5 على 2 كل أس 3. إذا الأساس هنا راه موجب، وبالتالي العدد راه موجب ماشي سالب. واضح؟ ناقص 15، ناقص 5 على 12 لكل أس 2، إذا 2 عدد زوجي، إذا العدد موجب. ناقص 5 لكل أس 4، 4 عدد زوجي، إذا عدد فهو موجب. ناقص 5 على ناقص أو 5 على ناقص 3 لكل أس 4، إذا العدد اللي عندنا داخل الأقواس سالب. إذا واخا ناقص لتحت راه ماشي مشكل، تكون لتحت أو الفوق أو في السطر بحال بحال نفس الكتابة. إذا 4 عدد
زوجي، وبالتالي العدد فهو موجب. عندنا ناقص 7 على 5، الكل أس ناقص 2. هذه الكتابة يمكن لك نكتبها على شكل 5 على ناقص 7 كما شفنا في قاعدة سابقة، الكل أس 2. إذا ما بداخل الأقواس السالب كنشوفوا الاثنان واش هي زوجية ولا فردية. إذا 2 عدد زوجي وبالتالي فالعدد موجب. دابا خصكم تتبعوا معنا هنا وتنتبهوا اللي يخليكم. عندنا ناقص 3 أس 4، هنا ما عنديش أقواس. إذا هاد الأس هاد الربعة هادي راه ديال 3 ماشي ديال ناقص 3، هنا راه ممكن نجي وندير واحد القوس بحال الشكل هذا. إذا كتولي عندي ناقص 3 أس 4، العدد اللي عندنا داخل الأقواس هو عدد موجب، ولا ضربناه في ناقص اللي هي على برا غيولي لنا عدد سالب. نفس العملية هنا، عندنا ناقص واحد التعبير، إذا ناقص راه شي كامل، بالتالي داكشي اللي داخل الأقواس هو عدد موجب، إذا ضربناه في ناقص غيولي عدد سالب. هنا كذلك انتبهوا الله يخليكم، هنا عندنا ناقص 5 الكل أس 3، عندنا ناقص 5 عدد سالب، إذن 3 عدد فردي، وبالتالي هاد ناقص 5 الكل أس 3 عدد فردي، أو بالأحرى عدد سالب، ولكن عندنا واحد ناقص هنا، إذن ناقص في الناقص كيعطينا موجب، وبالتالي هاد العدد كامل هو عدد موجب. إذا قلنا هذا اللي داخل الأقواس بين قوسين هو عدد سالب، ولكن إذا ضربناه في الناقص سالب في سالب كيعطينا موجب. مثلا هنا أس 2 عندنا ناقص، كنفتحوا القوس ناقص 1 على 5 الكل أس 2، إذا هذا العدد اللي كاين بين قوسين نحددوا له الإشارة وعاد ديك الساعة نضربوه في ناقص 1. إذا ناقص على ناقص 1 على 5 الكل أس 2، ناقص 1 على 5 عدد سالب، كنشوفوا الأس ديالو واش هو زوجي ولا فردي، إذا 2 عدد زوجي، إذا ناقص 1 على 5 هو عدد موجب، ولكن إلا ضربناه في ناقص غيولي عدد سالب. إذا كخلاصة لهاد القاعدة هذه، ملي كيكون عندنا هداك الأساس سالب، سالب ماشي موجب، باش نحدد الإشارة ديالو كنشوف كنشوف واش الأس فردي ولا زوجي. إلا كان فردي بحال ناقص 5 الكل أس 3 كيكون هذا العدد سالب، إلا كان زوجي كيكون موجب. إلا كان عندي الأس بحال 5 مثلا الكل أس 3 أو 5 الكل أس 4، هنا راه دائما موجب، لان هنا الاساس راه موجب، اذا ما غنحتاجوش نقولوا الاس واش فردي او زوجي. اذا كنتمنى تكون الفكره واضحه، نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الثالثه.